يا دكتور محمد، في مشكلة ولا ايه؟ لا طيب دكتور محمد العدل، مساء الخير. مساء الفل. الف ازيك ازيك استاذ ابراهيم، ازيك كابتن عدلي؟ يعني الف الف سلام عليك، الف الف سلام على هذه المداخلة. الف الف سلام، بشكر ناس كتير ان جت لي الحق. طمنا، ايه اللي حصل؟ الحمد لله. يعني ايه اللي حصل يا دكتور؟ بغض النظر عن اللي حصل، هي العربية اتقلبت، لكن انا يعني العربية اتقلبت كذا مرة، لا وللحظة ما تخيلت ان انا دي النهاية يعني. لا لا، لكن فوجئت ان انا الحمد لله كويس، وطلعت ما فيش اي حاجة خالص، سوى يعني غرزتين في ايدي وبعض الكدمات، لكن الحمد لله. كنت رابط الحزام يا دكتور؟ ان جيت للحق، يعني مش عايز اقول كلام يخلي الناس ما تربطش الحزام. ربط الحزام مفيد جدا في حالة لما تتخبط من قدام امواره، لكن لما العربية تتقلب في السقف هيزنقك بين السقف وبين الكرسي لو انت مربوط الحزام. انا كنت شابط الحزام وده طيرني بره الكرسي. لكن هو بغض النظر عن كم كده، انت هتاخد مخالفة. ما هو خلاص انا اعتبرني، ما انا مش عايز اقول، ما انا بقول لك عشان كده مش عايز اقول. هو بعد كده في مخالفة، لكن يعني هو الحادث كان فيه ميزة واحدة. كم هذا الحب من الناس ده مؤخرا، لكن اللي اهم منه هذا الشعب المصري العظيم اللي الناس جريت وقفت واتلفت حواليا وابتدوا ينقلوا في حاجاتي، وابتدوا يعني العربيه كان فيها كم اشياء فوجئت بيها في شنطه مش بتاعتي، الناس حاطينها معايا، وواحد وقف عشان ينقلني، ثم جاء رائد اسمه الرائد احمد بدوي ومعاه اثنين امناء شرطه، وقلت له انا مش هقدر اقعد جنب العربيه وعايز ونش، اتصل بحد يجيب ونش وقال لي احنا جنب العربيه لغايه لما نحملها، اطلع انت على المستشفى. وفعلا الراجل يعني انا مش عارف اشكره ازاي واشكر الناس اللي اتلمت ازاي. ده كان ولا حاجه فقدت منك، ولا حاجه، ولا الشايه. بسم الله ما شاء الله، ولا الشايه بجد يعني. الله على المصريين. الله، يعني انا بقول لك انا مش عارف اقول ايه لكل الناس، كان شيء رائع وعظيم من الناس جميعا. وفي واحد مستشار وقف خدني معاه ووصلني لمطرح ما كنت موجود وشل الشنط ونزلها لي يعني. وبعد كده رحت المستشفى الحمد لله، عملت تشيك كامل. بشكر طبعا كمان الناس اللي في مستشفى الجونه لانهم عملوا معايا يعني اكتر من الواجب، فشكر للناس جميعا. ثم بعد كده الناس بقى يعني انا ما احبش اقول الكلام ده على الفيسبوك ان جيت الحق، وما قلتوش وقعدت 3 ايام، لكن احد الاصدقاء كتبه فاضطريت اكتب عشان اقول. ما احنا عشان لما حسيت بالاهتمام ده كان لازم نسال عنك يا دكتور ونطمن الناس عليك. انما يا دكتور يعني 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 انت كراجل اهلاوي، مش عايزين نفقد حد اهلاوي او حتى نخسره الوقت حتى هو مصاب، فالحمد لله انك خرجت منها معافى. هو انت في العيله كم اهلاوي كم زملكاوي؟ بص، هو الخلاف في الود، الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لكن احنا حاليا يعني يعتبر نص ونص صحيح. يعني سامي الله يرحمه كان هو اللي عمل نص ونص، لكن احنا دلوقتي بقينا 2 و3، لكن 3 اهلاويه بالمناسبه. لكن يعني بنعتبر ان الموضوع احنا بعد الماتش كلنا مع عيله مع بعضيها وخلاص. طبعا طبعا، عشان ما نزعلهمش يعني. طبعا. سلامتك يا دكتور، الف سلامه. ويعني المهم تكون جاهز لمباراه بكره بس يا دكتور. احنا باذن الله. بص يعني الباشمهندس عدلي قال جمله انا فعلا خدها من على لساني، احنا بقينا نتفرج على الاهلي الفضول عندنا عايزين نشوف الجديد ايه. صحيح. اللي حاصل يعني بقى الفضول يدفعنا، ان طبعا احنا بنشجع الاهلي وبنحيي الاهلي ومع الاهلي في كل الاحوال، لكن الفضول بقى الايام دي بيفكرنا بتكوينات 2004 و2005، بدايات الجيل العظيم اللي كان موجود. صحيح. فانا بعتقد ان احنا بادئين نعيد هذه الكره، وباذن الله الجمهور يسعد بكره،
وفي كل الاحوال احنا مع الاهلي، يعني احنا بنسعد بالاهلي في كل الاحوال. طيب قبل الهوا كنت بتكلم انا والمهندس عادل الحقيقه على جمهور الاهلي، ايه اللي مطلوب منه دلوقتي وانت واحد من اصحاب الشعبيه الكبيره سواء على تويتر او على الفيسبوك؟ لا، القيادات اللي من القيادات المؤثره في السوشيال ميديا، ايه اللي مطلوب من جمهور الاهلي دلوقتي؟ الموسم الماركاتو يعتبر انجز بنسبه كبيره جدا، حقق كل احتياجات الجهاز الفني زي ما المهندس عادل قال. ايه اللي مطلوب من الجمهور دلوقتي؟ الجمهور قلق في فتره. معلش الصوت واطي يا استاذ ابراهيم، اتفضل. الصوت واطي قوي، انا مش سامع. انت واطي قوي، انا طيب كده انت حضرتك سامعني؟ كده بس يعني الصوت يعلى سنه. قول لي السؤال بالظبط. بقول لحضرتك انت واحد من المؤثرين على السوشيال ميديا مع الجماهير ومتفاعل معاهم وعارف نبضهم كويس، ايه اللي مطلوب من الجمهور دلوقتي بعد ما الاهلي انجز خطه التدعيم الكبيره ديت؟ ايه اللي مطلوب من الجمهور في الفتره اللي جايه؟ بص يا استاذ ابراهيم، انا شايف ان مطلوب من الجمهور الفتره دي واللي فاتت واللي جايه الوقوف خلف النادي الاهلي تحت اي بند وتحت اي صوره. تقول لي بطبل اي هطبل، ما كنتش هطبل الاهلي هطبل لمين؟ الله عليك. يعني الكلام بقى بتاع الكلام العبيط اللي بيتقال، اللي هو بتطبل للاهلي بتطبل للاداره ما انا لازم نوع من الابتزاز يا دكتور، ده نوع من الابتزاز اللي يخليك عشان تكش طبعا. يعني لكن طبعا طبعا الأهلي طبعا. بص نحن يا باشمهندس عدلي، حضرتك قلتها قبل كده، القناه مخترقه والسوشيال ميديا مخترقه، وبالتالي علينا ان يكون الاهلاويه واعيين وصحيين وفاهمين كويس قوي ان في جيم بيتلعب عشان الشباب الصغير يمشي وراه. للاسف هذا الشباب الجميل جدا والمحب جدا، انا قلت لهم احنا حضرنا الاهلي وهو بيتهزم من الترسانه في 5 ايام 4-0 و5-1. الانكسارات تؤدي الى انتصارات في النادي الاهلي، ما تؤديش لانكسارات اخرى. وبالتالي لازم كمان، انا بتمنى على قناه الاهلي وبتمنى عليكم انكم تقولوا للولاد كمان الانكسارات، لان الانكسارات دي جزء من تاريخنا. صحيح. مش هننكرها ومش هنقول للناس لا، احنا كنا في ايام انكسرنا واضفنا لنفسنا وانتصرنا. وبالتالي ده مهم جدا لهذا الجيل، لان اغلب الجيل اللي عنده 25 سنه و26 سنه ابتدى يشجع كوره مع الجيل العظيم اللي بدا في 2005. ما شافش الاهلي بيخسر مباراه، ابتدوا ما شافوش غير ده، ما شافوش غير نادي بينتصر على طول الخط بس. وبالتالي لازم نقول لهم ان ده موجود وده موجود، لكن اللي بقوله انا ورا الاهلي، انا وكل الجماهير لغايه اخر مدى والاخر وقت احنا مع الاهلي، لاننا عارفين ان ده ولاد هياكلوا النجيله واداره بتاكل النجيله واعلام ياكل، كل ده موجود. اتمنى ان الناس كلها تبقى ماشيه ورا النادي الاهلي بهذا الشكل يا رب يا دكتور، لان دي حاجه مهمه.